كنشوف انها حريه شخصيه، اي واحد كيف ما بغى يلبس يلبس، ماشي زعما عمر اللبس ما كيحدد الانسان كيفاش دايره الشخصيه ديالو. يعني الدراري اللي بغاو يلبسوا اللي بغاو يلبسوا يكونوا رجاله، هذا هو ليسونسييل. تخلطوا دابا ولا كلشي بحال بحال، ما كناش كنعرفوا البلاص من الاولاد، ولا كيجينا كلشي بحال بحال، ولا تشابه بزاف. وليت كنشوف الدراري كيلبسوا شي سراول يعني مسلمين كثار من الدريات، يعني كتبان لك شي حوايج كيبانوا لك اوفر. لاحظت حتى صاحبتي فيهم ويلا. هذا اللبس هذا تيجيني عادي بالنسبه للبنات والولاد، يعني حاجه طبيعيه. صراحه كنشوف حريه شخصيه سكيفي دابا، مازال ما بقيتيش كتعرف، واخا يكون مثلا الولد زعما هكا اونتر بارونتيز دابا في هذا الزمان هذا، صراحه ما بقيتيش كتفرق ما بين الولد والبنت. حيت دافوا انت كتكوني غدا مع صاحبتك وهي ديجا عندها توجهات اخرين، فهمتي؟ ميول جنسيه اخرين، وصراحه هادشي ولا كيخلع والله العظيم. سي فري اللي بغاو يلبسوها ما زعما ما كتحددش بيرسوناليتي ديالهم نهائيا. سي سا نو، حيت غلط انسان تحكم عليه على لبسو، ما حيت بعض المرات كيكون الانسان غير غادي غير مسخر غير هذا، ما اي حاجه كيقدر يلبسها ما يمكنش تحكم عليه. بحال البنات دابا ولاو كيتشبهوا بالدراري، والبنات كذلك، يعني مابقاش اللبس ديال الاولاد محاصر في ديال الاولاد، ولا اللبس ديال البنات محاصر في ديال البنات. لو اكثر منا ولو اكثر منا مثيرين للجدل، يعني كياتيروك بزاف اكثر منا حنايا. وش نقول لك؟ الله يديم خلق هادشي اللي كاين، حيتاش بصح دابا كيبقى فيك الحال كتقولي حنا مجتمع اسلامي، حنا هذا سي فري كنتبرجوا كنديروا شحال من حاجه، وانما ما خصش زعما داك الكونسيبت ديال الغرب يطغى علينا حنايا، فهمتي؟ واه نكذب عليك، كيخلعوني بعدا والله العظيم كيخلعوني، ما بقيناش كنفرقوا، هذا هو المشكل. مي الله يرحمنا. لا ما عنديش مشكله، ما قلت لك ما ليسونسييل، هذاك هو ليسونسييل اللي بغى يلبس تكشيط. اه ما كاين حتى شي مشكل. شنو نقول لك؟ هذوك الا جيتي تهضر معاهم غيقول لك حتى نتوما كتلبسوا هذا، حتى نتوما هذا، فهمتي؟ وكي مثلا الا شافك لابسه مثلا جوب ولا شي حاجه غادي كومونتي لك نورمال، وانت الا كومونتيتي ليه غتسمي ما مزياناش ولا فوالا. صافي غير جمعوا راسكم شويه، توقدوا معنا شويه، ترجموا معنا واحد شويه. والله سورتو كي قلت لك، ودابا هما ناويين قال لك يبداو يديروا هكا، فهمتي؟ يبداو يديروا تجمعات، يبداو يدافعوا على هادشي ديال الميولات الجنسيه وهادشي. هادشي سي غراف والله العظيم، هادشي فريمون، حيتاش كنبقاو مغاربه وكنبقاو مسلمين وكنبقاو راه هادشي. وهذاك الشيء كيكون خلل في التربيه من الصغر، كيكون خلل في التربيه. سينو الى حيت كاينين داكا كيتزادوا بجهازين تناسليين، سكيفي دوك الامور كتدخل فيهم امور طبيه، وكيكونوا فيها تحاليل، وكيكون فيها باش فهمتي الواحد يحدد فوالا. وهادشي خاصو يتحدد من الصغر، هذاك الشيء اللي كاين. وكنقول حتى الوالدين حتى هما يردوا البال مع وليداتهم، ولي ريزو سوسيو وهادشي راه سي فغ راه كيخرج على قمه العبث. هادشي شكل صراحه هادشي ما خدامش، هادشي يعني كتشوفي هادشي غادي هادشي كتشوفي شي لبس بالنسبه للبنات مخيل للحياه. حتى الولاد كيتشبهوا بالبنات، كيلبسوا شي لبس ماشي ديال الدراري، ما كنعرفش ما بقيناش كنقدروا نفرقوا بيناتهم. هاد اللبس الولاد دابا هو راه هما اللي مخرجينه، كاش غيديروا الدراري كيمشيو كيلقاوه كيشريوه، واش ما عندهم ما يديروا؟ هو ولا بحال غير ما هو، اش غادي نقول لك؟ اختيارهم دابا ما تقديش. عندك وليدات؟ لا انا ما عنديش، ولكن كاين ولاد اختي، ولكن ما شاء الله كلشي اللبس محترم، ماشي حتى ولاد اختي غادي نكذب عليهم. ايوا كنشوف الشارع سراول كي دايرين مقطعين. بالنسبه للجيل ديالنا حنا واش الاسلام ماشي، ولكن ثاني شنو كل كيفاش كيربي ولادو، كيفاش كشي اللي كما وليداتنا حنا كلشي. وليت هذوك السراول فين مشاو كيلقاوهم غير هما ما شاء الله عليهم، يلقاو ما هما ولله الله وصافي. لا ماشي عادي، ولكن داك السيف ماشي كيبقى في العقليه. حريه شخصيه عادي كلبس، فهمتي؟ لبس معقول ماشي
بحال هاد الايام دابا ولا صافي دابا يعني شي واحد كتلقى السروه ديالو مسرق ولا فهمتي دابا عادي يعني بحال كتقول هذا راه اسمكار ولا فهمتي كتقول شحال من حاجه في عقلك كتقول غير كل لابس داكشي ديال شي ماركه وغالي واخا يكون لابس واخا يكون داكشي ماركه ولا لابس فهمتي نحن تعلمنا فن اللبس والاناقه والجمال والبهاء ونحن نتطلع الى الجميلات والجميلين من سكان صار غيرهم فيستحسن للشبان ان ينتقوا الوان تناسبهم الوان مفتوحه لان اصبحنا نعيش في طوفان من الالوان الغامقه الداكنه لا دخل لي لا مدخول لي ومع ذلك البس كل حلة كل يوم 360 كسوة كنلبسو في السنة عندي 15 كسوة بيضة هذه عاد شفتها يوميا كي انا افضل الشباب ان يختاروا الالوان ما طاب لهم عواد يدير واحد الطاقيه ومشي واحد القندوره شيء مقزز قندوره مع سبرديله سبرديله كل مع تجين كيبي مع جلابه اش التهمة جيت تختاروا الجميلات واختاروا اناقه جميله وابتسموا للحياه لان مرحله الشباب شيء ثمين واذا كانت عاديه فلا شباب. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.